بيبدأ فيلمنا عام 1915، وفي الوقت ده كان في عداء بين انجلترا والدولة العثمانية، وانجلترا كانت عايزة تسيطر على ممتلكات الدولة العثمانية كلها، وبيدور بينهم معارك كتير جدا، وقائد من الجيش العثماني بيحاول ينقذ جندي من الجيش الانجليزي، لكن الجندي الانجليزي بيمسك سلاحه علشان يقتله، فالحراس بتطلب منه يرمي البندقية بتاعته، لكن مش بيرضى يرميها، فالحراس بيضربه بالنار. وفي الوقت ده الجيش الانجليزي كان مسيطر على أجزاء من استراليا، وبيكون ده راجل تركي عايش في استراليا، وظيفته إن هو بيع ايس كريم واسمه محمد، والاطفال كلهم بيشتروا منه، وبيكون ده اخوه كاميلير واقف ياكل الجمل بتاعه، وبتيجي جلوسوم زوجة كاميلير وبتكون متضايقه جدا، وبتقعد تتكلم مع كاميلير علشان مش قادر يجيب لهم فلوس، وبتكون متغاظه علشان مهتم بالجمل بتاعه اكتر منها هي وابنها. بعدها بيجي لهم صديقهم سالم، وبيقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. بعد كده بنروح لبولين ضابط في الجيش الانجليزي، وبيكون عامل مؤتمر وبيشجع سكان المدينه وبالاخص الشباب علشان يتجندوا في الجيش الانجليزي حربوا معاهم ضد الدولة العثمانية، لكن بيعترضوا على قراره علشان هم مالهمش علاقة بالحرب دي، لكن قال لهم لازم تدخلوا الحرب علشان تحموا عيلتكم. ومحمد وكاميلير بيكونوا واقفين يسمعوا كلام واين، فشاب اسمه ديفيد بيروح لهم وبيطلب منهم يفضلوا مكانهم ما يقربوش من المؤتمر، لكن واحد اسمه سالم وكاميلير ما اهتموش لكلامه ودخلوا، فالحراس حاولوا يمنعوهم، فمحمد بيروح لهم وهو مش فاهم هما بيمنعوهم ليه، وما يعرفوش ان هما بيمنعوهم علشان من تركيا وان الجيش العثماني بيحاربهم، فبيطلبوا من وين ان هما يدخلوا ويبيعوا المنتجات اللي معاهم، لكن وين رفض وبيكونوا مش مهتمين بكلامهم خالص. وفي الوقت ده بيشوفوا مجموعه من نساء المدينه عاملين مظاهره ضد الحرب ومش عايزين رجاله المدينه يروحوا الحرب، وبيكون معاهم بنت اسمها ماريا، ووين بيروح لهم وبيحاول يمشيهم لكن بيرفضوا، فبيؤمر الحراس يضربوهم، فمحمد وسالم وكاميلير بيدخلوا بسرعه وبيضربوا الحراس، وماريا بتعجبها شجاعه محمد علشان بيدافع عنهم. بعد كده الحراس بياخدوهم للسجن، وجلوسهم زوجة كاميلير بتروح القسم علشان تخرجهم، وبتقعد تزعق للضابط اللي في القسم علشان يخرج جوزها، لكن وين بيؤمر الحراس يخرجوها من القسم، وبيروح لهم الزنزانه وبيقعد يسخر منهم وبيكلمهم تركي، وبيستغربوا ان هو بيعرف يتكلم تركي زيهم، وبيقول لهم ان في الوقت الحالي الدوله العثمانيه دخلت الحرب ضد انجلترا علشان كده انتم بقيتم اعداء لينا. بعدها والي المدينه بيجي لوين وبيطلب منهم يخرجهم من السجن، لكن وين رفض، فالوالي قال له خرج اللي ما اعتدوش على الجنود واسجن اللي ضربوا الجنود، فبيخرج محمد وكاميلير من السجن وبيسيب سالم علشان سالم هو اللي اتمسك وهو بيضرب العساكر، ومحمد بيطمنوا ان هم هيخرجوه من السجن حتى لو اضطروا ان هم يهربوه، والنساء اللي هم دفعوا عنهم بيقفوا قدام القسم وبيحيوهم على شجاعتهم، وماريا بتكون واقفه تبص على محمد، وزوجة سالم بتسالهم عليه فقالوا لها ان سالم لسه مسجون، لكن بيطمنوها ان هم هيخرجوه من السجن. بعد كده محمد بيدي جريده لكاميلير يقراها له، وبيتاكدوا ان الدوله العثمانيه دخلت الحرب فعلا ضد انجلترا، ومحمد بيكون عاوز يروح تركيا وينضم للجيش العثماني، لكن كاميلير رفض علشان زوجته وابنه، لكن محمد اقنعه ان هو يجيبهم معاه لتركيا. بعدها كاميلير بيروح يتكلم مع زوجته جلوسوم، وبيقترح عليها ان هما يرجعوا بلده تركيا، فقالت له مفيش فلوس نسافر بيها يا كاميلير، وبتتعصب عليه اصلا لان هما عايشين في فقر. وبنروح لمحمد، وديفيد بيروح يقعد مع محمد، وبنعرف ان ديفيد من انجلترا بس اصدقاء جدا هو ومحمد، فديفيد بيقول له احنا خلاص كده المفروض بقينا اعداء زي ما الانجليز بيقولوا، وقال له كمان ان وين بيقول عليكم وحوش وقتله، فمحمد قال له ان الانجليز هما اللي قتلوا متوحشين ودايما بيسرقوا الدول علشان يسرقوا ثرواتها زي ما هما عاملين معاكم كده، فديفيد اقتنع بكلام محمد. بعد كده محمد بيخرج علشان يبيع الايس كريم بتاعه، لكن سكان المدينه خدوا اطفالهم علشان الانجليز منعوهم يتعاملوا مع التراكوه، ومحمد معرفش يبيع الايس كريم اللي معاه، والانجليز بيعملوا اعلانات في المدينه بيحذروا فيها من عدم التعامل مع الاتراك علشان ما يتسجنوش، وبيجي مجموعه شباب بيهجموا على عربيه محمد وبيكسروها، فمحمد بيجري وراهم لكن ما لحقهمش، ولقى ان الجنود الانجليز واقفين يتفرجوا عليهم فتعصب اكتر. بعدها بيروحوا يولعوا في بيت محمد وكاميلير بالليل، وبيحاولوا يطفوا البيت لكن ما لحقوش يطفوه. بعد كده محمد وكاميلير ما بقوش عارفين يجيبوا فلوس منين، وما بقاش معاهم اي فلوس، وبيفكروا بطريقه يرجعوا بيها لتركيا، فمحمد بيقترح على كاميلير ان هم يذبحوا الجمل ويبيعوا اللحم بتاعه وياخدوا الفلوس دي ويسافروا بيها، لكن كاميلير بيتعصب عليه وبيرفض، فمحمد بيقدر يقنعه ان هم يذبحوه علشان يقدروا يسافروا، وبياخدوا فعلا الجمل وبيذبحوه وبيقفوا علشان يبيعوا اللحم بتاعه، لكن محدش اشترى منهم حاجه، وبيجي مجموعه مسؤولين انجليز بيطلبوا منهم التصريح بتاع اللحم اللي بيبيعوه، لكن معهمش تصريح، فبيهجموا عليهم علشان ياخدوا اللحم ويصادروه، وبياخدوهم ويسجنوهم. بعدها جلوسهم بتاخد النساء المؤيدين ليهم واللي رافضين الحرب، وبيقفوا قدام القسم علشان يخرجوا محمد وكاميلير من السجن، وفعلا بينجحوا ان هم يخرجوهم، ومحمد وكاميلير بيتخانقوا مع بعض علشان محمد هو اللي اقترح عليه يذبح الجمل وما قدروش يستفادوا بيه وما عرفوش يلموا الفلوس، وجلوسهم بتكون شايفاهم وهما بيتخانقوا وزعلانه عليهم جدا، فبتطلع الغواش بتاعتها وبتروح تديها لجوزها كاميلير علشان يبيعها ويسافر بالفلوس بتاعتها، فمحمد وكاميلير بيشكروها جدا على مساعدتها ليهم،
وفعلا بعد كده بيروحوا يبيعوا الغوايش وبيروحوا على مكتب التصريحات علشان ياخدوا تذاكر وتصريح بالسفر. ومحمد بيشوف ماريا واقفه بره فبيروح لماريا وبيفضل يتكلم معاها لكن مش بترد عليه. وبنعرف هنا ان هي صماء مش بتسمع اي حاجه فبيتعاطف معاها جدا وبيحبها اكتر وبيتعرف عليها وماريا بتكون حبته هي كمان. بعدها بيرجع لكاميلير لكن مكتب التصريح بيرفض يديهم تصريح علشان عايزين يسافروا لتركيا وينضموا للجيش العثماني وبياخدوا منهم الفلوس علشان ما يعرفوش يسافروا. والجيش الانجليزي قال لهم انا مش هديكم تصريح تسافروا بيها علشان تنضموا للجيش العثماني وتقتلوا في جنودي وبيرموهم بره المكتب. فبيخرجوا يمشوا في شوارع المدينه ومتعصبين جدا من اللي حصل معاهم لكن بيشوفوا مجموعه من الشباب مؤيدين للانجليز بيضربوا في ديفيد فبيجروا ينقذوه وعرفوا ان هم بيضربوه علشان هرب من التجنيد ورفض ينضم للجيش الانجليزي. وماريا بتيجي تطمن عليه وبنعرف ان هي اخته. بعد كده محمد بيتفق مع كاميلير ان هم هيروحوا يقابلوا ناس تساعدهم في الخروج من استراليا. بعدها ماريا بتروح تدي لمحمد اكل وبيكون مبسوط جدا ان هي مهتمه بيه وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. بعد كده محمد بياخد كاميلير علشان يقابلوا الناس اللي بتساعدهم في الخروج من استراليا. بعدها بيظهر قدامهم مجموعه من الناس شكلهم غريب ساكنين في الصحراء وكاميلير بيكون خايف منهم لكن محمد بيطمنه وبيقول له ان دول هم اللي هيساعدوهم في الخروج من استراليا وبيتفقوا معاهم ان هم هيجوا الاسبوع اللي جاي ومعاهم الفلوس علشان يهربوا في المراكب. بعدها بيرجعوا المدينه وبيلاقوا اعلان مسابقه تحدي عباره عن مباراه ملاكمه واللي هيكسب هياخد فلوس. فمحمد بيدخل المسابقه وبيلعب مباراه الملاكمه ومش قادر يكسب الملاكم اللي قدامه فكاميلير لقى ان محمد هيخسر مباراه فراح يراهن على الملاكم اللي بيلعبه علشان يكسب الفلوس لكن محمد خلف توقعاته وكسب الملاكم اللي قدامه ومحمد بيكون فرحان جدا. ولما خلص المباراه راح لكاميلير علشان يساله عن الفلوس اللي كسبها بقى فقال له انا بصراحه راهنت عليك ان انت هتخسر لكن للاسف انت كسبت وخسرتنا كل فلوسنا. فمحمد بيتعصب من اللي كاميلير عمله. بعدها بيروحوا يقعدوا على الشاطئ شويه وكاميلير بيقول لمحمد ان هو وصلت له اخبار ان الانجليز هيبعتوا جنود لقلعه جناق. فمحمد اتعصب جدا علشان لو الانجليز سيطروا على قلعه جناق الدوله العثمانيه هتسقط. وبيجي عليهم مجموعه من جنود الانجليز وبياخدوا ديفيد علشان ينضم للجيش الانجليزي فحاولوا يمنعوه لكن الجنود برضه خدته ومشي. وبينضم لمعسكر الجيش الانجليزي وبيحطوه في السجن علشان هرب من المعسكر قبل كده. ومحمد وكاميلير بيروحوا المعسكر علشان يطمنوا عليه لكن واين بيرفض ان هم يقابلوا ديفيد وبيهددهم بالسجن لو جم عند المعسكر تاني. فماريا بتكون قلقانه على اخوها لكن محمد طمنها ووعدها ان هو هينقذه. بعد كده محمد بيطلب من كاميلير ان هم يساعدوا بلادهم ضد الجيش الانجليزي واقترح عليه ان هم يوقفوا القطر اللي هيرحلوا فيه الجنود لقلعه جناق ويقتلوا الجنود اللي فيه. لكن كاميلير قال له احنا ما عندناش اي سلاح يا عم. فقال له احنا هنهجم على معسكر الجيش الانجليزي وناخد منه الاسلحه اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت هننقذ ديفيد. فكاميلير قال له مستحيل نعرف نعمل كده لوحدنا. فمحمد قال له لو ما عملناش كده الانجليز هيقتلونا هنا وهيروحوا يقتلوا جنودنا في الحرب وبيقدر يقنع كاميلير. بعد كده واين بيكون عامل حفله وداعي فيها والي المدينه وبيشكره جدا على مساعدته ودعمه بالجنود للجيش الانجليزي لكن اصلا الوالي بيعمل كل ده وهو مجبر ومتضايق جدا ان هو بعت شباب المدينه حرب ما لهمش دعوه بيها. وفي الوقت ده محمد وكاميلير بيراقبوا المعسكر الانجليزي وبيكون في مجموعه من الجنود بيلعبوا كوره لكن الكوره بتبعد عنهم فواحد منهم راح يجيبها لكن محمد وكاميلير بيضربوه بيغمى عليه وبيدخلوا يستخبوا ورا صناديق. فواحد من الجنود بيحس بحركه غريبه كده فبيروح ورا الصناديق وبيضربوه هو كمان وبيدخلوا يتسللوا في المعسكر وبيرموا الكره قدام جندي وبيهجموا عليه من ظهره وبيضربوه وبيدخلوا مخزن الاسلحه وبياخدوا كل الاسلحه اللي هيحتاجوها. بعدها بيهجموا على الحارس اللي قدام السجن وبيضربوه وبيخبطوا على الباب وبيضربوا الحارس اللي جوه وبيدخلوا يخرجوا ديفيد وسالم من السجن. بعدها واين بيرجع السجن وبيلاقي الحارس مربوط ومحطوط في الزنزانه فبيجمع كل جنوده وبيزعق لهم وبيسخر منهم وبيأمر جنوده ان هم يقتلوا محمد وكاميلير. بعد كده ماريا بتفرح جدا ان اخوها ديفيد رجع لها وبيجمعوا كل هدومهم وحاجتهم علشان يهربوا من البيت لكن بيشوفوا الجنود الانجليز جايين يهجموا على البيت فبيخرجوا من الباب الخلفي لكن ماريا بتفضل جوه البيت. فمحمد بيرجع لها بس الجنود بتدخل البيت فبيستخبوا في قلب الدولاب والجنود بتدخل تدور عليهم وواين بيقرب من الدولاب لكن في نفس اللحظه واحد من الجنود قال له ان هم هربوا فخد الجنود بتاعته ومشي. بعد كده بيروحوا يقعدوا في بيت سالم في الغابه وبيعرفوا سالم بالمهمه اللي هيعملوها فبيطلب منهم ان هو يروح معاهم لكن بيرفضوا وبيطلبوا منه ان هو يفضل مع جلوسوم وماريا علشان يحميهم. بعد كده بيروحوا لمكتب التصاريح وبيربطوا الموظفين اللي فيه وبيخلوهم يكتبوا في الجريده ان هم بيعلنوا الحرب على استراليا علشان استراليا بتحارب ضد الدوله العثمانيه. ووين بيقرا التصريح فبيقلق. بعدها محمد وكاميلير بيفضلوا يراقبوا المعسكر الانجليزي وبيشوفوا الجنود وهي بتتدرب. وفي الوقت ده سالم وديفيد في المدينه بيشتروا اكل لكن الحراس بتشوفهم فوين بيخلي الحراس تحاصرهم ويمسكوهم وبيضربوا سالم وبياخدوا سالم وديفيد للمعسكر وبيفضلوا يعذبوا فيهم ويضربوا فيهم. ومرات سالم واقفه قلقانه على جوزها جدا خايفه لا يكون اتقتل وجلوسهم بتكون قلقانه وخايفه هي كمان وبتطلب من كاميلير ان هو
هو يوقف تنفيذ المهمة اللي هينفذوها، فرفض وقال لها ان هو لازم يساعد دولته ضد جيش الاعداء. فماريا بتطلب من محمد ان هو ما ينفذش المهمة هو كمان، لكنه بيرفض وبيديها صورة هو رسمها ليها وبيودعها. بعد كده وين بيخلي الحراس تفضل تضرب في سالم علشان يعترف بمكان محمد وكاميلير. تاني يوم بقى محمد وكاميلير بيجهزوا علشان ينفذوا المهمة بتاعتهم، وبيخرجوا الاسلحة بتاعتهم على عربية الايس كريم وبيعلقوا علم تركيا. لكن والد زوجة سالم بيجيلهم وبيعرفهم ان الانجليز مسكوا سالم وديفيد، وفي الوقت ده بيكون في جندي مراقبه وعارف مكانهم. بعدها زوجة سالم بتفضل تعيط خايفة ليقتلوا جوزها، وجلوسوم وماريا بيهدوها. بعدها الجندي بيرجع لوين وقال له انا عرفت مكانهم، فبيقتل سالم، وديفيد بيفضل يعيط على سالم. لكن وين مش بيرضى يقتله وبيأمر الجنود يجهزوا ديفيد علشان يمشي مع الجنود على الحرب. وبنرجع لمحمد وهو بيودع ماريا، وكاميلير بيودع مراته جلوسوم وبيمشوا. بعد كده واين وجنوده بيدخلوا البيت عليهم، وماريا بتكون واقفه تلعب في الورد ومش سامعه حاجه. وواين بيقتل جلوسوم وابنها وبيقتل مرات سالم ووالدها، وكل ده ماريا واقفه مديهم ظهرها ومش سامعه اي حاجه من اللي بيحصل حواليها. وفي الوقت ده محمد وكاميلير سمعوا ضرب النار فجريوا بسرعه ناحيه البيت، وواين بيروح يقف ورا ماريا علشان يقتلها لكن مش بيرضى يقتلها وبيمشي بجنوده. بعدها ماريا بتبص بتلاقي كلهم مقتولين فبتفضل تعيط، ومحمد وكاميلير بيوصلوا البيت وكاميلير بيفضل يعيط على موت مراته وابنه. بعدها بياخدوا الجثث بيدفنوها في الغابه. بعد كده واين بياخد جنوده وبيركبوا القطر، ومعظم سكان المدينه واقفين على المحطه ومش عاوزين ولادهم يحاربوا، لكن الجنود بتهجم عليهم وبتضرب فيهم وبيتحركوا بالقطر من المحطه. وفي الوقت ده محمد وكاميلير بيجهزوا اسلحتهم والمتفجرات اللي هيستخدموها وبيحطوها في النفق، وبيحطوا عربيه الايس كريم على قضيب القطر. واول لما القطر بيقرب من النفق واين بيشوف حد واقف في الجبل، فعرف ان ده محمد وكاميلير، وبيفضل ينده على السواق علشان يوقف قبل ما يدخل بالقطر، لكن مش بيلحق والقطر بيدخل النفق. والسواق بيشوف عربيه الايس كريم واقفه فبيقف بالقطر، وكاميلير بيفجر المتفجرات في مقدمه القطر، لكن واين مش بيموت وبيفضل عايش. وواحد من الجنود قال له احنا معانا جرحى كتير جدا وجهاز الارسال اتدمر، فبيامره يجمع الجنود، فالجنود بتتسلح وبيخرج مجموعه منهم بره النفق، فمحمد وكاميلير بيضربوا عليهم نار وبيقتلوا فيهم، فالجنود بتدخل النفق تاني بسرعه، وديفيد بيكون قاعد في عربيه القطار مش بيتحرك مصدوم من اللي بيحصل. بعدها الجنود بتخرج من الجانب اللي ما فيهوش محمد وكاميلير، لكنهم بيكونوا عاملين فخ للجنود. واول لما طلعوا الجبل محمد شد الحبل خلى البنادق اللي هم معلقينها تضرب في الجنود فبتموت عدد كبير منهم، فبقيه الجنود بتدخل النفق تاني بسرعه. فمحمد وكاميلير بيندهوا على الجنود وبيطلبوا منهم يسلموا لهم واين مقابل ان هم يسيبوهم عايشين، لكن الجنود بترفض. وبيجي عليهم الليل، ومحمد وكاميلير بيكونوا موجودين لسه على الجبل، وكاميلير بيكون تعب. وفي الوقت ده ماريا بتكون قاعده منتظره محمد وبترسم صوره ليه. بعد كده تاني يوم الصبح بينفجر جنبهم قنابل، وبيلاقوا الجنود مستخبيه ورا صناديق الذخيره وبتضرب عليهم نار وعمالين يضربوا عليهم برشاش، ومحمد وكاميلير مش عارفين يتحركوا من مكانهم، فكاميلير راح يضرب بالرشاش بس مش عارف يضرب بيه، فمحمد بيضرب قنبله على الجنود بيفجرهم، فالجنود بترجع تدخل النفق تاني. بعدها واحد من الجنود بياخد ديفيد رهينه علشان ديفيد صديقهم وبيطلب منهم يسلموا نفسهم، فمحمد طلب من كاميلير ما يضربش نار علشان ديفيد، لكن الجندي ضرب محمد بالنار في رجله فديفيد عضه من ايده فزق ديفيد بعيد عنه، فكاميلير ضرب الجندي بالنار موته وبيضرب بالرشاش على الجنود وبيقتل فيهم لحد لما الذخيره خلصت منه. بعدها كاميلير بيروح يطمن على محمد وبيديله ميه علشان يشرب، لكن للاسف الميه خلصت منهم والجنود بتخاف وبتدخل النفق بسرعه. فواين بيمسك ديفيد وبيساله هم عددهم كام علشان انت الوحيد اللي شفتهم، فديفيد قال له ان عددهم 50 واحد، وهنا ديفيد ضحك عليه طبعا علشان ما يخليهوش يطلع الجبل ويقتلهم. بعد كده بيجي الليل عليهم وبيفضلوا مستخبين ورا صخره، وكاميلير بيكون متعصب جدا علشان الجنود بيدافعوا عن واين وهو اصلا مش قائدهم وواخدهم غصب عنهم يحاربوا، وبيفتكر ابنه ومراته وبيفضل يعيط. بعدها قائد الجيش الانجليزي بيوصل النفق وبيسخر من واين علشان مش عارف يقضي عليهم، فواين ضحك عليه وقال له في اكتر من 100 جندي فوق الجبل ومش عارف اهجم عليهم، فبيتعصب على واين جدا. بعدها بنرجع لكاميلير وبيكون بيحلم بمراته، وبيصحى من النوم فجاه بيلاقي الجنود بتهجم عليهم وبيضربوهم بالنار، فبيضربوا العساكر بالنار والذخيره بتخلص منهم، فبيهجموا على العساكر وبيفضلوا يقتلوا فيهم وبيقتلوا كل العساكر اللي طلعت فوق الجبل. بعد كده تاني يوم قائد الجيش بيجهز العساكر علشان يضربوا بالمدافع فوق الجبل، وبيلاقي ديفيد قاعد فبيزعق له وبيشده علشان يقوم يقف مع العساكر، وبنروح لمحمد وكاميلير، فكاميلير بيقوم يقف فوق الجبل لكن الجنود بتضربه بالنار، وديفيد بيعيط على كاميلير ومحمد بيحاول ينقذه لكنه مات، فبيقوم ينزل من فوق الجبل، فقائد الجيش بيأمر ديفيد يقتل محمد لكن ديفيد رفض، فقائد الجيش هدده بالقتل وحط المسدس على دماغه، فمحمد امر ديفيد ان هو يصوب عليه، فديفيد ضرب محمد بالنار وهو مجبر ان هو يقتله، وبكده بيموت محمد وكاميلير وهم بيدافعوا عن جيشهم. وقائد الجيش الانجليزي بيستغرب ازاي اتنين بس قدروا يوقفوا جيش كامل ويمنعوا
يسمعوه يعدي، والقبائل اللي في الغابة بتزعل جدا على موت محمد وكاميلير. بعد كده محمد وكاميلير بيكون ليهم بصمة في انتصار الجيش العثماني على الجيش الانجليزي في قلعة زناق، علشان طبعا هم اخروا الدعم على الجيش الانجليزي، فده ادى لانتصار الجيش العثماني عليهم في النهاية، وبيخلص فيلمنا على كده.